السلام عليكم. حنايا هنا في بلدي تيمياوين، يعني سماش غدرنا في اقصى الحدود الجزائريه. هنا سماش غدرنا، سماش غدر تقدر تقول رانا في الحدود مع مالي، ياك رانا نعاني في صمت من كثير من المشاكل، والتي سماش غدر كيف نفهمك، التي تتعلق سما شغل بالمواطن هنا سما شغل في تيمياوين، وهو نقص الأدوية عموما يعني. وأنا سما شغل كصيدلي هنا أعاني سما شغل من عدة الصيدلية الوحيدة مشاكل. يعني. نعم، أعاني سما شغل من مشكل النقل، عدم توفر النقل نهائيا. أنا بديت على بالك في 2015، راني سما شغل في 2020، راني ديما سما شغل صارف أي مصاريف سما شغل تاع نقل، راني قاعد سما شغل، راهي سما شغل من جيبي، ياك يعني ما تستفيدش من التعويض ما النقل عندي الأدوية؟ ما عندي حتى تعويض، لا من طرف الولايه، لا من طرف الدائره، لا من طرف هذه تاع الولايه، هذه المنتدبه. ورانا تسمى شغل رانا نعاني، وما لقيناش تسمى شغل واحد اللي يعاوننا برك، هذا ما كان. في نقل الأدوية. انعميه انعميه انا كون درك تسمى شغل كاين توفير، يعني تسمى شغل في النقل درك. انا تسمى شغل اتعهد بان سما شغل ما كانش دوالي، ما كانش يعني هنا في تيمياوين تولي كيما الجزائر العاصمه كيما تيمياوين. تيمياوين عندهم نفس الحقوق اللي اي مواطن في الجزائر اللي سما شغل عنده ثاني هذيك بعد، فهمني؟ ماشي تسمى حنا درك انا في الصحراء ولا هما سما شغل تاع التل، يعني انا باذن الله اذا أكيد كان أكيد. يكون النقل ان شاء الله يكون جميع الادويه، يعني جميع الأدوية تكون هنا سما شغل موفرة، ما كان حتى إشكال. هذا هو برك وبالنسبة، المشكل تاعي. هل سجلتم يعني نقص أدوية معينة ربما فيه إقبال كبير من طرف يعني نعم، المرضى؟ كاين يعني بعض المرضى اللي يجيو سما شغل قاصدين الأطباء الأخصائيين. نعم، هذه تاني فيها يعني سما شغل واحد المشكل، يعني على بالك لنقص على بالك عدد هائل سما شغل من نتاع الأطباء الأطباء الأخصائي. الأخصائيين كاينه، هذه ثاني كاين. وسيرتو سما شغل طب العيون، طب العيون وطب الجلد، يعني أمراض الجلدية. الامراض الجلديه. وان شاء الله سما شغل نشوفو سما شغل جور سما شغل بعد تتحرك شويه الدوله في إن شاء الله ان شاء الله إن يا شاء ربي، الله إن ان شاء شاء الله. الله، وبارك الله فيكم.